اولا بندرس هو الاخفاق ده ليه حصل، وبعد ما تدرس الاخفاق ده ليه حصل تحط خارطة الطريق للخروج من هذا الاخفاق. خلاص، الاخفاق ليه حصل؟ يعني اسباب كتيره جدا جدا جدا، واتكلمنا فيها طوال الفتره اللي فاتت منذ خروج منتخبنا الوطني وحتى الان، اسباب اداريه واسباب فنيه واسباب اختيار المدير الفني واسباب كثيره جدا جدا جدا. ولكن انت لازم تشتغل على حاجتين خلال الفتره اللي جايه. الحاجه الاولى وهي ان انت تتلاشى الاسباب، اللي ادت لهذه الخساره، خساره منتخبنا الوطني بهذا الشكل وخروجه من دور الثمانية أو دور الستاشر. ما كل شوية يقولوا لي الستاشر، معلش أنا مش مصدق أصلي، معلش. الثاني أو السبب الثاني بعد ما نتلاشى أو نحاول أن نتلاشى هذه الأسباب، إن إحنا تكون هناك خطة واضحة نمشي عليها خلال الفترة اللي جاية علشان كيفية اختيار المدير الفني. معلش اعذروني في الكلام اللي جاي اللي أنا هقوله. هناك معايير لكل بلد لاختيار المدير الفني للمنتخب الوطني. لما المعايير دي ما اتطبقتش شفنا اللي حصل. شفنا خفير أجيري كان عامل ازاي وكانت اختياراته ازاي، ويعني انا سامع كمان الكابتن هاني رمزي على في الجول دلوقتي بيقولوا ان هو كان بيحاول قد ايه يقنعه او بعبد الله جمعه يكون متواجد مع المنتخب، وقد ايه ان هو كان مصمم على احمد ابو الفتوح. مع احترامي طبعا لاحمد ابو الفتوح، انا واحد من الناس اللي مقتنع باحمد، بس لسه قدامه كتير، يعني قدامه شويه يعني عشان يبقى باك ليفت منتخبنا الوطني، لسه قدامه وقت. ف مع احترامي لكل الاسماء اللي طرحت خلال الفتره اللي فاتت، وهي كلها اسماء كبيره جدا جدا في عالم كره القدم واساطير كبيره جدا في عالم كره القدم، شفناها قبل كده مسكت منتخبنا الوطني، وشفناها في البعض لسه ما لم يحالفه الحظ بان هو يمسك المنتخب الوطني. ولكن هل ينفع ان انا ارشح مدير فني مثلا؟ انا لا اتكلم عن اسم بعينه، انا بتكلم عن معايير يجب تطبيقها. ولا ينفع انا اسلام الشاطر مثلا رئيس الاتحاد دلوقتي، هل ينفع اروح اجيب محمد بركات مثلا، واحد من الناس الصحابي مثلا، اعينه مدير فني عشان هو صاحبي، او اعينه مدرب عام عشان هو صاحبي؟ هل ده ينفع؟ هل هم جاي ايه شايف مثلا فلان اي اسم من الاسماء اللي الواحد يقول له تعالى معلش انت صاحبي وقريب مني فانا هشغلك في الجهاز الفني للمنتخب؟ المحسوبية هي اللي ودتنا في داهية، وهي اللي خرجتنا من دور الستاشر، المحسوبية هي اللي خرجتنا من دور الستاشر.